عام وانت حي بألف ألف خير دكتور. يعيشي كما سمع حاجة أنا باش نعرج عليها. أي نعم دكتور. اللي راه مريم تحبني أنا أكثر منك شعفت عام قلت. نجم نسألها دكتور راك دخلتنا في تيونيل توك مريم أنت شكون تحب الدكتور أكثر ولا أنا أكثر مريم؟ تحبكم زيز. آه عملت لي بيدة أنت ما لازم ما تعملش مشاكل مع الدكتور. لا 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 انا ما انا نعلمك اللي انا زاد نحبك برشا دكتور والله قسما بالله ربي يبارك لك وان شاء الله ربي يعطيك ما تتمنى يا دكتور لانه العمل نتاعك تعرف اللي كونه هو عمل كما حكينا بكري على التاكسي اما هو عمل انساني بالاساس. دكتور ما يسكرش تليفونه على المريض نتاعو دكتور يراعي مشاعر المريض نتاعو ويتواصل مع الدكتور مع المريض نتاعو دكتور يحاول اسمعني مليح راهو شيء مهم يحاول يلقى دعم للعملية الجراحية نتاع المريض نتاعو دكتور تحسه خو تحسه بو تحسه صاحب هذاك الدكتور حتى نفسانين ترتاح مريم تولي ترتاح حتى نفرح ياسر انا نعرف اللي الصغيرات عادة يخاف من الطبيب ومن الزريقة ومن كذا معناتها مريومة كي تحكي عليك تحكي عليك برشا محبة الله ربي يبارك لك دكتور انت عندك فكره على مونطون انا انا اعتقد اللي ما يكونش اقل من 10000 دينار ومريم ان شاء الله يا خويا انا هذا ما شفتهاش الناس مريم اما كنشوف هي مريم معناها وتشوفها هي انا نعتقد واثق اللي معناها بصفه تلقائيه الناس باش تشارك أكثر من اللي حتى اللي تنجم بتبيعتها به طو ثوري باش تقول لنا المبلغ اللي وصلنا له إلى حدود هذه اللحظة به إلى حد الآن وصلنا المبلغ 14000 دينار أما حاجة أخرى ناقصة مريم أنت طلبت حاجة أخرى انت ما قلت لي قلت لك شكون الفنان اللي يعجبك شكون الفنان اللي يعجبك مريم نور شيبة قرب شوي الميكرو نور شيبة الفنان نور شيبة الفنان نور شيبة نكلموا فيه تو نهارين مهزش التليفون باش نعاودوا ايه ديما راقب نور شيبة فهمتني باش نعاودوا نتصلوا بيه انت باش تقعد بحذانا حتىش الثمانية غير ربع غير ربع ان شاء الله نتحصلوا على الفنان نور شيبة باهي سمعتني مريوم انت تفرح كي يجي نور شيبة الساعة متاع الصباح الساعة فطور صباح بتديش نعم كان نمشيو الناس كلها احنا الويش كان مرحبا بكم مرحبا شوي عايش مرحبا لا نعم كومبلكس يجي عايش هاي مريقل فهمتني ومن بعد باش تمشي لمدينة ألعاب الساعة باش تتفرهد بين سور باش نصور تتفرهد في مدينة الألعاب وعندك زادة مجموعة من الهدايا من عند نور وعندك زادة لبسة اللي تحب وبتمشي معاها حتى المدرسة لأصدقائك في المدرسة غادي مش تنزلهم نور شيب ايه؟ عليه ليه يتكلم قول عليه خاف عليا ليه خاف علي تحبش اللي علي. تحب انت يتعمل اوكي فهمت لا لا قتلي صايب باش نمشيو ما تحبش الببليسيتي ان شاء الله ربي يبارك لك نور ميرسي ميرسي يعطيك ما عندناش مزيه جعفر احنا رانا الفنان هو مواطن في حد ذاته وانا نعرف اللي فما برشا ناس كما مريم وممكن حتى أكثر ويسمعوا فينا وفما ناس تسمع فينا وتتألم صح. وفما ناس تسمع فينا وتقول ما صاب جيت احنا نقول لهم راهو التوانسة نجموا نتعارك ونجموا نختلفوا ونجموا نتغشوا أما الحنية اللي خلقنا ربي بالحق صدقني وأنت ممثل كبير ودرت الجمهورية الكل وخونا سامي دربز كذلك والناس اللي ممكن اللي دارت البلاد تعرف اللي التونسي في الأخر حنين وكريم وإن شاء الله ربي يحنن على بعضنا أمين. هذه دعوة أهم حاجة اليوم في الفترة هذه لأنه الحب ما نجموش نعملوا حد شيء لا نجموا نعملوا الخير لا في رواحنا لا في بلادنا إذا ما نحبوش بعضنا إذا ما نتسامحوش